استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، احتفلت القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع، والتي ستنضم قريبا إلى ترسانة القوات البحرية. وجدير بالذكر أن الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة تيسنكروب بمدينة كيل الألمانية، وتعد هذه الغواصة هي الأخيرة ضمن 4 غواصات ألمانية انضمت 3 منها للخدمة بالقوات البحرية طبقا لبرنامج زمني محدد. عكس مدى عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والألمانية وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات. ونقل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية خلال الكلمة التي ألقاها تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة في إتمام تلك الصفقة وكللها بالنجاح. وأوضح قائد القوات البحرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، العنصر المؤهل البشري المدرب ذو التأهيل العالي الذي يستطيع أن يتعامل مع كل المعدات التكنولوجية المعقدة المتقدمة في هذه الغواصة، والتي نمتلكها الآن هي لما هو فيه من أحدث معدات موجودة وتقنيات موجودة في تكنولوجيا عالم الغواصات، هو أمر طبعا لابد منه أن يكون هذا الفرد جدير بالتعامل مع هذه المعدات وجدير باستخراج أكثر كمية وأكبر كمية من قدرتها الفنية والقتالية أيضا. مضيفا أن هذا النوع من الغواصات هو تنفيذا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة. بتوجه بخالص الشكر إلى القيادة السياسية للدولة أنها في ترى وتقدر حجم التحديات اللي مقبلة عليها مصر في إطار ما يحدث الآن في منطقتنا، هو حاجة القوات البحرية رفع قدرتها بشكل كبير بامتلاك أحدث التكنولوجيات وأحدث الغواصات. كمان القيادة العامة للقوات المسلحة عملت وخططت لأن ينجح هذا اليوم بالتفصيل من خلال الدعم والمراقبة والتخطيط لهذا اليوم. القوات البحرية لا تعمل بفردها، القوات البحرية بتعمل في إطار القيادة العامة للقوات المسلحة. ومن هنا أنا بهني كل القوات البحرية، احنا السنة دي ان شاء الله عيد القوات البحرية في اكتوبر، وده طبعا احسن اهداء للقوات البحرية ان يبقى عندنا اضافة جديدة تتمثل في الغواصة الرابعة S-44 وانضمامها الى الاسطول البحري المصري ان شاء الله.